ما هي أسباب الهداية والثبات عليها؟ أسباب الهداية كثيرة جدا، أحيانا أسباب أنت تبذلها، أحيانا أسباب بدون ما تبذل شيئا، أحيانا الإنسان يتعب على نفسه حتى يهتدي بسؤال الله تبارك وتعالى، بملازمة الطاعات، بالرفقة الطيبة، بكثرة القراءة وغير ذلك من الأمور. وأحيانا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، يقذف الهداية في قلبك مباشرة سبحانه وتعالى. سأل الله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. فالأسباب كثيرة وتختلف من شخص إلى آخر. قد يكون أحيانا الهداية بسبب مثلا كلمة سمعها، أحيانا موقف رآه، أحيانا بسبب دعاء دعي له في ظهر الغيب. لا تدري، يعني أسباب الهداية كثيرة جدا، لا تدري من أين تأتيك. يعني من غرائب ما سمعت في هذا، أنه ذكر لي أحد الإخوة يقول: رأيت في لندن شابا، يعني ليس شابا صغيرا، كبيرا، يعني رجلا كبيرا من أهل ليبيا، يقول هو يعيش في لندن، التقيت به فقال لي: اسمع قصة هدايتي. قلت له: أسمع. فأخبر عن نفسه أنه يعيش في لندن، هو وأمه وأخته، تركوا ليبيا وعاشوا في لندن منذ مدة. يقول ولا يصلي في البيت إلا أمي. يقول أنا وأختي لا نصلي ولا نعرف الصلاة أصلا. يقول في ليلة من الليالي كنت في قهوة مكان، يقول فتعرفت على شاب سعودي هناك، فالمهم صار حديث، فأعطاني كتيبا للأذكار، كتيب فيها أذكار، ما أدري هو الوابل الصيب أو صحيح الكلم الطيب أو ما شابه ذلك من الأمور، لهم كتيبا في الأذكار. يقول أنا لا أصلي، ماذا أريد بكتيب الأذكار؟ يقول لكن استحييت منه وأخذته حياء، أخذته وضعته في جيبي. يقول فلما رجعت إلى البيت وأخرجت هذا الكتيب من جيبي هكذا كما أخرج أنا هذه الأوراق، يقول ورميته تحت الخزانة. يقول راحت الأيام. يقول عجيب لي ذاك الله خير. يقول ورميته تحت الخزانة، يقول وراح. يقول المهم بعد فترة، بعد أيام، يقول في ليلة من الليالي رجعت إلى البيت كعادتي، فتحت التلفزيون من محطة إلى محطة إلى ثالثة إلى رابعة إلى كذا، ما عجبني شيء، سكرت مجلات وطالع فيها، انترنت مدري إيش كذا، أغلقت كل شيء، أغلقت النور، أنا أردت أنا ما استطعت أن أنا أتقلب ما في نور. رجعت من فتحت التلفزيون، محطات، مجلات، انترنت، أبنام، سكرت، أبنام، ما جاني النوم. وأنا على هذه الحال تذكرت الكتيب. يتخلى شوف الكتيب شنو فيه. المشكلة الحين تحت الخزانة، الكبت، يقول الكبت نوعا ما ثقيل. يقول أحرك الكبت كني طلع ذهب. يقول سبحان الله تعبت حتى أخرجته من تحت الخزانة. فلما أخرجته بدأت تصفح. يقول فإذا فيه من قال كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا من الحسنات وكذا. يقول وأنا في تلك المرحلة كنت قد وصلت إلى مرحلة اليأس من رحمة الله، من كثرة المعاصي التي ارتكبها، وقل ما في صلاة ولا في عبادة ولا عرف الله ولا شيء ولا كذا، كنت خلاص مسلك متى أموت بس ودش النار كذي. يقول ما يأس. فلما قرأت وإذا مغفرة الذنوب سهلة، يقول فأثر في هذا الكتاب وظللت أقرأ فيه. يقول وإذا قد دخل وقت الفجر، وإذا أمي قامت تصلي الفجر، فجئت وقلت يا أمي أريد أن أصلي، فقالت لي اذهب واغتسل، فاغتسلت وصليت ذاك يوم وهذا يوم. صاحبي الذي يحدثني يقول الآن هو ما شاء الله من يعني مش مشتهرين هناك من الدعاة، يقول
يقول حتى طريقته في الدعوة هناك في لندن ماذا يفعل؟ يأتي في الشارع، يمشي في الشارع، إذا شاف الإنجليزي قال له وين المسجد؟ Where's the mosque على قولتهم؟ زين؟ قال له مسجد؟ قال له شلون؟ قال ما تعرف المسجد؟ الإسلام كذا هو الإسلام. يعني مدخل للحديث، يعني يسأل على المسجد، ذاك يستغرب شنو المسجد؟ يبدأ يشرح للإسلام. زين؟ وما شاء الله يقول أسلم على يديه، طبعا هو لغته جيدة ويدعو خلنا نقول من قلب، زين يتعب في الدعوة يعني وكذا، وما شاء الله يقول هذا الله على يدي. شوف هدايته على إيش؟ كتيب أهدي له ويوم أراد الله له فيه الخير. فأسباب الهداية حقيقة كثيرة جدا، أسأل الله تبارك وتعالى الثبات.